السلطة الفلسطينية إنها قدمت شكوى جديدة ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية مع تزايد التوتر بين الطرفين. وغداة أعلن الولايات المتحدة إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن. وقال أمين سري منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحفي، قال إنهم قدموا شكوى جديدة بشأن جريمة حرب إسرائيلية تتعلق بقرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة يتوقع أن يدمرها الجيش الإسرائيلي في الأيام القادمة. تتوالى ردود الفعل الفلسطينية على قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات رفض خلال مؤتمر صحفي ما وصفه بالابتزاز وسياسة البلطجة التي تمارسها القوى العظمى على الفلسطينيين. الآن هم يقولون القدس خارج المفاوضات، اللاجئين خارج المفاوضات، الاستيطان شرعي، مبدأ الدولتين 67 أسقط، يريدون فصل قطاع غزة إلى الأبد عن الضفة الغربية لأن قانون القومية يجب أن يتحقق. قانون القومية العنصري في 2 مليون فلسطيني العامل الثقل الجغرافي يجب أن يزاحوا بأي شكل من الأشكال. نقطة ارتكاز ما تقوم به إدارة أوباما وإدارة ترامب وإدارة نتنياهو هي التخلص من قطاع غزة وإبقائه خارج إطار الفوضى الفلسطيني. عريقات شدد على أن السلطة الفلسطينية ماضية نحو المحكمة الجنائية الدولية رغم كل التهديدات والحصار الأمريكي الإسرائيلي على الفلسطينيين تمهيدا لتنفيذ صفقة القرن. هذا حقنا الطبيعي في ممارسته أمام المحكمة الجنائية الدولية، أمام محكمة العدل الدولية، أمام مجلس حقوق الإنسان، أمام مجلس الأمن، أمام المنظمة الدولية للتخلص من التفرقة العنصرية وكل المنظمات الدولية ذات العلاقة. وسنستمر في العمل مهما بلغت وتيرة الابتزاز والاستقواء والبلطجة السياسية الممارسة من القوى العظمى. ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا وصف بالهام في 27 من الشهر الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يستعرض فيه تأثير القرارات الأمريكية على الفلسطينيين وفرض سياسة الأمر الواقع بعد عزل نفسها كوسيط لعملية السلام. مع انتهاء العملية السياسية نتيجة التنكر الأمريكي الإسرائيلي لكافة الاتفاقيات الموقعة، لم يبقى أمام السلطة الفلسطينية لمجابهة سياسة الأمر الواقع سوى التسلح بالقانون الدولي. أما عن نتائج هذه التحركات فستكشفه الأيام القادمة. يارا العملي، التلفزيون العربي، رام الله. للمزيد ينضم إلينا من رام الله السيد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. أهلا وسهلا بك. إذن الجانب الفلسطيني يصعد يرفع من سقف المواجهة السياسية من خلال البوابة القانونية المحكمة الجنائية الدولية، ما هو المنتظر؟ ما هي النتائج المرتقبة؟ يعني واضح أن المعركة بيننا وبين الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب مفتوحة أصبحت، والتصعيد تقوم به الإدارة الأمريكية وليس نحن. نحن لا نسعى إلى الصدام مع أحد إطلاقا، ولكن لا يمكن أن نتهاون أو نتخاذل في التصدي لأي محاولة تمس جوهر القضية الفلسطينية. الإدارة الأمريكية منذ بداية هذا العام وهي إجراء وراء إجراء، إجراءات متلاحقة، هجمات متواصلة لتقويض الوضع الفلسطيني وتقويض القضية الفلسطينية وتصفيتها لصالح الاحتلال الإسرائيلي، لدرجة أن إدارة ترامب أصبحوا إسرائيليين أكثر من اليمين الصهيوني المتعصب الحاكم في إسرائيل. يتكلموا عن وضع إنساني في غزة ويقطعوا 25 مليون دولار عن مستشفيات تمتلكها الكنائس. الكنائس في القدس هي المستشفيات في القدس هي كنيسية سواء المطلع أو الفرنساوي أو غيره. هل هؤلاء لديهم حس إنساني يريدوا إركاعنا؟ وكما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي أكملوا إغلاق المكتب اليوم حتى
يجعلنا نرضخ أن نعود إلى طاولة المفاوضات بالطريقة التي يريدونها. طاولة المفاوضات التي نحن نريدها والمجتمع الدولي هي التي نحن جاهزون للتوجه إليها في إطار عقد مؤتمر دولي وليس تحت رعاية الولايات المتحدة إطلاقا، وإنما نعم تم اللجوء إلى الخيار القانوني. وأعيد السؤال، خيارات كثيرة. هل أولا أنتم تلاحظوا بالتأكيد يعني رغم لغة البلطجة التي يستخدمونها حتى ضد قضاة محكمة الجنايات الدولية، فقدوا أعصابهم. دولة تعتقد أنها تقود العالم وأقوى دولة في العالم تهدد قضاة المحكمة الجنائية كأفراد، لذلك لغة الإرهاب والبطش وعقلية رعاة البقر هي التي تسيطر على الإدارة الأمريكية. نحن سنلجأ إلى كل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. أيضا نعتمد على قدراتنا الذاتية في إدارة شؤوننا والتصدي. طيب في هذه النقطة سيد عزام الأحمد لو تسمح لي، وللعنجهية الأمريكية على ضوء هذا العداء الأمريكي المتزايد، نعم، وأيضا الموقف السلبي تجاه المحكمة الجنائية الدولية، البعض يعتبر أن خيارات السلطة الفلسطينية باتت مترهلة وأنه يجب إعادة الحسابات بما يناسب هذه المرحلة. هل هناك نية لذلك؟ هل هناك نية لمراجعة الخطوات الفلسطينية؟ نعم، نحن لدينا قرارات سيعلن عنها عن منبر الأمم المتحدة رغم أن الخيارات الموجودة ليست متراهلة. المقاومة الشعبية متواصلة وتزداد اتساعا الآن في كل مناطق الضفة الغربية، يريد الانفراد في غزة والاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، والإعلام حتى للأسف العربي مقصر في تغطية ما يدور في الضفة الغربية، تتصاعد يوما بعد يوم. وقضية الخان الأحمر هي أحد العناوين، ليست هي كل العناوين في الضفة الغربية. أيضا مسيرات العودة في غزة هي أحد العناوين. شعب متحد يصعد من مقاومته وفق الواقع الموجود. طب أشار هناك الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، نعم، هذا الموجود أمامنا. نعم سيد كل العالم، بس إن سمحتي لي كل العالم يلجأ إلى الأمم المتحدة، حتى العرب في مشاكلهم مع بعض بروحوا للأمم المتحدة. لا نقول لهم، لا أنتم ولا غيركم تقولوا تذهبوا إلى يعني شيء مترهل. هذا هو واقع المؤسسات الدولية، لسنا نحن الذين نقلبه، لكن أنا متأكد بسبب قضيتنا ستعاد قواعد اللعبة الدولية حتى داخل الأمم المتحدة. ونحن واثقون من قدرة شعبنا على إفشال صفقة ترامب مهما كان اسمها ومسمياته. جزيل الشكر لك إذن من رام الله عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.